النادي الاسماعيلي برئاسه اللواء ابو بكر الحديدي جاله كده زي عرض شفهي من نادي غزل المحله لتحويل الاعاره بتاعه مهاجم النادي الاسماعيلي المعار لغزل المحله حازم مرسي لبيع كامل. نادي الاسماعيلي رفض الاقتراح بتاع غزل المحله واكد على ضروره عوده حازم مرسي باذن الله للدراويش بعد نهايه هذا الموسم، خصوصا بعد ظهوره بمستوى جيد مع غزل المحله في المباريات الماضيه. هو مش مستوى جيد قوي، هو مستوى تصاعدي. حازم هذا الموسم سجل هدفين في بطوله الدوري المصري، طبعا رقم هزيل بالنسبه لي مهاجم لعب في الاسماعيلي والمحله فرقتين كبار. سجل حازم هدف مع الدراويش في غزل المحله في بدايه الدوري كانت الجوله الثانيه، وسجل هدف مع غزل المحله في مرمى الاتحاد السكندري المباراه الماضيه لغزل المحله اللي استطاع غزل المحله ان هو يفوز فيها على الاتحاد السكندري 2-0. ايضا يبدو ان مسؤولي النادي الاسماعيلي عندهم رغبه في عوده حارس المرمى كمال السيد المعار لفرقه الجونه اللي بتلعب في الدرجه الثانيه هذا الموسم. كمال معار لصفوف الجونه وظهر مع الجونه بمستوى برضه معقول في المباريات الماضيه، ده في ظل طبعا ان احمد عادل عبد المنعم يوجد رغبه في رحيله بنهايه هذا الموسم. ايضا محمد كوكو حارس المرمى معار من سيراميكا كليوباترا وبالتاكيد هيرجع لناديه وعمليه التفاوض مره اخرى معاه ومع ناديه علشان ينضم بصوره دائمه للنادي الاسماعيلي في حاله ظهوره بمستوى جيد يتيح للجهاز الفني الفرصه ان هو يطلبه للاستمرار مع الدراويش، هيبقى فيها قيل وقال طبعا مع الطلبات الماليه المبالغ فيها اللي بتطلبها الانديه لانتقالات لاعبيها. لاعب الفريق عمر الوحش زعلان من الهجوم الجماهيري اللي بيتعرض له في الفتره الاخيره. عمر كان شارك في مباراه الاسماعيلي الماضيه في احداث الشوط الثاني مباراه سيراميكا كليوباترا اللي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1. صدقني يا عمر مفيش حد في النادي الاسماعيلي في الفتره الاخيره خد دعم جماهيري والجماهير طلبت بمشاركته في المباريات زيك، خصوصا في فتره المهندس ابراهيم عثمان اللي كان بيقال فيها انك بتبعد عن التشكيل الاساسي بسبب مشكله ما بين ابراهيم عثمان وما بينك. رحل ابراهيم عثمان وخدت فرص كتيره، ما عنديش اي شك انك ظهرت بمستوى جيد جدا الموسم الماضي وكان ليك دور كويس في الدور الثاني في تحسن مستوى اداء النادي الاسماعيلي، لكن يا عمر انت مستواك السنه دي مش كويس فطبيعي تتعرض للهجوم. الكلام بتاع الدعم بتاع اللاعب حتى وهو مستواه سيء ده غير منطقي. اللاعب في اي حته في العالم لما بيأدي بشكل سيء بيتهاجم، لازم اللعيبه المصريه عندنا تتعود على هذا، وتاكد ان انت لو ظهرت بمستوى كويس جماهير الدراويش هي اول ناس هتدعمك، خصوصا انك من ابناء النادي المخلصين، وانا متاكد ان عندك امكانيات تادي بيها مستوى افضل من كده كمان من المستوى اللي بتظهر بيه مع الدراويش في المباريات الاخيره. الاسماعيلي عنده فتره راحه طبعا علشان تاجيل مباراه بيراميدز، بعد كده عنده مباراه امام انبي على ملعبه وسط جماهيره، الفوز ضروري يا دراويش باذن الله، خلونا بس ما نقطعش. الاسماعيلي هيعود ليه في هذه المباراه باذن الله الدبابه محمد حسن، الاسماعيلي في المركز ال 15 برصيد 20 نقطه، بينما بيحتل انبي المركز ال 13 برصيد 26 نقطه. طبعا الفريق استأنف اليوم تدريباته بشكل طبيعي، كان في راحه بالامس وكان في مباراه وديه شارك فيها اللعيبه الصاعدين واللعيبه البدلاء. الفريق استأنف في التدريبات اليوم، كابتن حمزه الجمل قال ان هو عمل المباراه الوديه للاطمئنان على البدلاء، اتمنى ان هم بقى ياخدوا فرصه وباذن الله الفتره القادمه تشهد تحسن في نتائج النادي الاسماعيلي. ميدو المدير الفني السابق للدراويش تحدث في امور كثيره، قال ان النيه كانت مبيته من مجلس الاداره الجديد اللي جه لاقالته، لكن رغم كده قال ان هو يعني كان دفع اموال من جيبه علشان بقاء للاعبين وما كانش بياخد مستحقاته كده، لكن هو خد مستحقاته على داير مليم بعد رحيله من النادي الاسماعيلي. ميدو حاليا في اللجنه الفنيه بتاعت نادي الزمالك، واتمنى له التوفيق باذن الله مع نادي الزمالك، لانه هيبقى دوره مع النادي الاسماعيلي واللي عمله في الفتره القصيره اللي تولى فيها القياده الفنيه للفريق الاول في ذاكره كل جماهير الدراويش، حتى لو ما كانتش النتائج قد كده، لكن اللي عمله ميدو اداريا في رايي الشخصي هيذكره تاريخ النادي الاسماعيلي. بكره في مباراتين في الدوري المصري باذن الله، المصري في مواجهه حرس الحدود واسوان في مواجهه سيراميكا كليوباترا. خلونا نبدا بمواجهه اسوان وسيراميكا كليوباترا
الثنائي عندهم 27 نقطة في المركزين ال 11 وال 12، واعتقد المباراة بكرة هتكون مهمة للفريقين، لان الفريق اللي هيكسب هيوقع التاني لان هم متعادلين في النقاط. بالنسبة لمباراة المصري البورسعيدي وحرس الحدود، طبعا المصري بيحتل المركز السابع برصيد 31 نقطة بعد الفوز الكبير اللي عمله على الزمالك في الجولة الماضية، والريمونتادا اللي عاد بيها النادي المصري الروح للمباراة بعد ان كان متأخرا 2-0 استطاع ان هو يسجل 3 اهداف. حرس الحدود في المركز الاخير برصيد 16 نقطة، وبالتالي المباراة هتبقى في غاية الصعوبة بسبب موقف حرس الحدود في جدول الدوري المصري. كابتن حسام حسن اختار قائمة المصري البورسعيدي اللي هتواجه حرس الحدود في حراسة المرمى عصام ثروت ومحمود جاد ومحمد شحاتة، خط الدفاع عمرو موسى، كريم العراقي، اسلام ابو سليم، عمرو سعداوي، اسلام المزين، احمد عماد، خط الوسط ايزي اميكا، حسن علي، اسلام عطية، الياس الجلاصي، عبد الرحيم دغموم، محمد حسن الفيوني، رجب عمران، حسام جريشة، زياد فرج، وفي الهجوم محمد جريندو، مروان حمدي العائد، وعبد وحيا، وانتوني اكبوتو. تمزق في العضلة الامامية هو سبب غياب زياد كمال لاعب خط وسط الفريق الجيد جدا عن المصري البورسعيدي في المباراة القادمة. زياد انضم لصفوف المصري البورسعيدي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الاعارة من نادي انبي. اللاعب هيخضع ليه موجات فوق صوتية بالاضافة للعديد من الجلسات العلاجية الاخرى عشان يكون جاهز مع صفوف المصري البورسعيدي في الفترة القادمة باذن الله. طبعا كابتن ابراهيم حسن مدير الكرة كشف ان رفض توأمه حسام حسن المدير الفني للفريق البورسعيدي عروضا عربية للرحيل عن منصبه. وقال كابتن ابراهيم حسن في تصريحات إذاعية لإذاعة الشباب والرياضة: رفضنا عروضا من عدة وكلاء لتدريب الوداد المغربي والصفاقس التونسي والمريخ السوداني وبعض الأندية الإماراتية، وأضاف: فكرنا أكثر من مرة قبل اتخاذ خطوة الرحيل لأننا مرتبطون بجماهير المصري ونقدرهم كثيرا، كما أننا مرتبطون بالعيش في مصر. كابتن ابراهيم حسن وجه انتقادات حادة للاتحاد المصري لكرة القدم بسبب غياب تقنية الفيديو في المباريات الأخيرة، وقال: سمعت ان هناك دورة رمضانية تقام في احد الاندية وتجرى بحضور تقنية الفيديو، بينما الدوري المصري يغيب عنه فار بسبب خلاف مع الشركة المسؤولة، بسبب خلاف علشان 50 جنيه. واضاف: ما يحدث عيب في حق الكرة المصرية ويجب محاسبة المسؤولين عن هذا الملف، تقنية الفيديو لها دور كبير في توفير العدالة التحكيمية. كابتن ابراهيم حسن كان اشاد بلعيبة المصري البورسعيدي بعد مباراة الزمالك الاخيرة، واكد ان المصري البورسعيدي تعرض لظلم تحكيمي كان له ضربتين جزاء لم يتم احتسابهم. تحدث عن المهاجم عبد اللطيف جريندو واكد ان عنده روح عالية وعنده امكانيات عالية جدا، واشاد بادائه في هذه المباراة. لو المصري فاز بكرة باذن الله على حرس الحدود هيرتفع رصيده من النقاط للنقطة 34، وده امر مهم جدا لانه هيصعد بالمصري البورسعيدي من المركز السابع للمركز السادس، هيتخطى نادي الزمالك. المباراة جاية في وقت مزنوق، لكن اعتقد انها مباراة مهمة لنادي المصري البورسعيدي يستغل فيها ان نادي الزمالك ولو مؤقتا لسه عنده مباراته امام البنك الاهلي لسه يوم الاحد القادم. معنويا بتفرق ان الفريق يبقى صعد في مركز ترتيبه في الدوري المصري. بالتوفيق باذن الله للمصري البورسعيدي ولكل انديتنا الجماهيرية. لو اول مره تشوف ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو. انديتنا الجماهيريه اولا، هنفضل ندعمها دائما. شكرا ليكم، رمضان كريم، سلام عليكم.